En bref. En bref. إيمان جمالي آرت ثيرابوت مختصة في العلاج بالفن تخرجة من كلية الطب غرونوبل. En bref. L'art thérapie. شلون نجمو نعرفو إيمان على الاختصاص هذا اللي مش معروف برشا في تونس؟ الاختصاص هذا يشمل المداوات بالفن بصفة عامة، معناها المداوات بالرقص، المداوات بالرسم، المداوات بالموسيقى، المداوات بالمسرح، المداوات بكتابة الشعر، المداوات بالكتابة الكاليغرافية. En bref. لشكون موجه الاختصاص هذا إيمان؟ شكون اللي نجمو نعالجوه بالفن بصفة عامة؟ احنا نداويو ونعاونو الناس اللي عندهم مشاكل في التعبير وفي التواصل والعلاقات مع الناس. En bref. المداوات بالرسم هي ثيرابي نستعملوها مع لي زوتيست، الهدف هو باش نجمو يعبروا والانتيسيباسيون زادا. تنجم الثيرابي هذه تقعد مدة قصيرة ولا طويلة. ميزيكوثيرابي المداوات بالموسيقى من العلاجات المعروفة واللي تكون غالبا موجهة للي عندهم مشاكل في الذاكرة كما الألزايمر ولا اللي صاروا لهم الارتجاجات في الجمجمة لي تروماتيزم. عدد حصص التداوي تختلف من حالة إلى حالة. ناخذوا زادة دانس ثيرابي المداوات بالرقص تكون مع الناس اللي عندهم مشاكل مع أجسامهم كما الزوبيز اللي عندهم الوزن الزايد وإلا لزانور راكسيك. مدة العلاج غالبا تكون أما شهر ولا أكثر من عام. En bref. إيمان أنت تونسية الوحيدة المختصة في مجال المداوات بالفن، شنو هو الدافع اللي خليك تقرأ الاختصاص هذا وتولي أختيرابوت؟ قبل ما نقرأ الأختيرابي عملت فنون جميلة، كنت ناشطة في جمعيات، الجمعيات هذه كانت تعاون المسنين في المعاقين ذهنيا وديزوتيست. بدأت من هوني الفكرة بشوية بشوية حتى لين قررت باش نعمل الأختيرابي، كملت في فرنسا وإن شاء الله نرجع على قريب لتونس. En bref. إيمان أنت حاليا مستقرة في فرنسا، وقتاش ناوي إن شاء الله في المستقبل تحل كابيني في تونس وتخدم لهنا في تونس؟ أي أنا دو مستقرة في فرنسا، أما ماذا بين نرجع لتونس، أما قبل ما نرجع لتونس نحب نشوف الاختصاصات الكل مع توت لي باثولوجي. وتوا أنا نخدم مع ديزوتيست، خدمت بيك دي بيرسون عفانا وعافاكم الله مرضى بالسلطان في آخر فاز متاعهم، وخدمت زادا مع دي زانديكابي مونتو عندهم إعاقة ذهنية، وزادا دي بيرسون زاجي يعني ناس كبار أتان دو دالزايمر. وإن شاء الله نعمل أكثر خبرة في فرنسا ونجيب الخبرة متاعي ونحل في تونس باش ننجح في الاختصاصات الكل. En bref. En bref.